السلام عليكم. نقاشنا الليلة حول تداعيات الأوضاع الأمنية في بنغازي، التفاصيل في التقرير التالي. مظاهرة حديدة في بنغازي أمام فندق تيبستي تندد بالوضع الأمني المتردي بالمدينة. رفعت فيها شعارات لا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام ونعم لمبادرة اللواء خليفة حفتر. جمع من المتظاهرين توجهوا إلى منزل اللواء حفتر الذي بدوره استجاب لمطالبهم وخرج وألقى كلمة بهذا الخصوص. يجب الإخوة جميع يتربص في أي مكان، أي عضو في المؤتمر تضع أقدامه أي مطار من المطارات المنطقة الشرقية يجب أن يحجز. الرد على البيان جاء سريعا من قبل متظاهرين في ساحة الحرية، استنكروا فيه ما جاء على لسان حفتر ووصفوه بالانقلاب على الشرعية ودعوا إلى إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين على الوضع الأمني في بنغازي. نحن لسنا مع أي طرف نزاع سياسي قائم، ونحن مع التظاهر السلمي أيا كان مطالبه. سادسا، الثورة مستمرة ولن نتنازل عن أهدافها نكون أو لا نكون، وضد كل من يريد فوضى خلاقة وحرب ناعمة. وكانت ولا زالت مدينة بنغازي تشهد موجة احتجاجات على ما تمر به المدينة من وضع أمني صعب أدى إلى شلل في بعض المرافق الحيوية وتعليق الدراسة في بعض المدارس وإغلاق المصارف. حسن البكوش، ليبيا لكل الأحرار، بنغازي. مشاهدينا، نرحب بكافة الضيوف الذين سيكونون معنا تباعا في هذه الحلقة. سيكون معنا من الاستوديو في بنغازي عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور يوسف فنوش، رئيس تجمع ليبيا الديمقراطي. أهلا بك سيد فنوش. أيضا سيكون معنا وزير الداخلية صالح مازق من طرابلس. عبر الهاتف ستكون معنا السيدة أمينة المغربي عضو المؤتمر الوطني العام عن بنغازي. سيكون معنا السيد يوسف هارون ناشط سياسي من بنغازي، وسيكون معنا مدير مطار بنينة الدولي السيد إبراهيم فركاش للحديث حول الأنباء التي تتوارد حول إغلاق المطار. كان من المفترض أن يكون معنا لواء خليفة حفتر باعتباره طرف في الحراك الموجود الآن في بنغازي، لكنه اعتذر قبل دقائق من هذه الحلقة. نبدأ الحديث مع السيد إبراهيم فركاش حول الأخبار التي تأتي حول إغلاق مطار بنينة. سيد إبراهيم، أهلا بك. أهلا بك سيد فركاش. أهلا بك سيد إبراهيم. أهلا وسهلا. سيد إبراهيم، ما صحة الأخبار التي تحدثت اليوم عن إغلاق مطار بنينة؟ لو سمحت كرر السؤال، ما سمعتش كويس. ما صحة الأخبار التي تتحدث عن إغلاق مطار بنينة اليوم؟ نعم، أغلق مطار بنينة إغلاق جزئي للرحلات الداخلية المتوجهة من بنغازي إلى المدن الليبية. نعم. أما فيما يخص الرحلات الدولية فهي تسير بشكل طبيعي وحسب المواعيد. نعم، هل مازال مستمر هذا الإغلاق إلى الآن؟ نعم، مازال مستمر الآن، والآن بالتحديد جارية مفاوضات بين مجلس محلي بنينة ومجلس حكماء بنينة. نعم. مع المعتصمين بشأن دراسة مطالبهم أو تحقيق جزء من مطالبهم. نعم، من هم هؤلاء المعتصمين؟ من هي الجهة المعتصمة الآن في المطار؟ والله من مختلف الجهات، يعني منهم من سكان بنينة، ومنهم من اهالي طائرة المفقودة، وحرك شعبي بصفة عامة. نعم، انت تحدثت الان عن تشاور معهم حول الاستماع لمطالبهم. ما هي المطالب التي يطالبون بها والتي ادت الى اغلاق جزئي للمطار؟ والله مطالبهم متعددة. أحد المطالب مثلا الخطوات التي اتخذت بشأن الطائرة المفقودة،
بعض المطالب الأخرى من ناحية التجهيزات الأمنية للمطار، مطالب أخرى بشأن تمديد المؤتمر الوطني وغيرها من المطالب اللي في البلد الآن يعني. نعم، هل هناك إعلان من طرفهم إلى متى سيتم هذا الإغلاق وهذا الاعتصام أمام المطار؟ هل هو أيام فقط أم سيستمر لحين الاستجابة للمطالب؟ وما هو التصعيد إن كان هناك تصعيد بحسب المشاورات التي تمت معه؟ أما بخصوص المدى والوقت اللي حيصير في الاعتصام، نعم، لذلك لأن جاري الآن مفاوضات مع مجلس محلي بنينة، ويبدو أن من المبادئ الأولى يبدو أن نحن في صدد حلحلة الموضوع الليلة إن شاء الله بكثير يعني لكم في وقت متأخر من الليل يعني. نعم. بشأن استئناف الرحلات الداخلية. نعم. سيد إبراهيم فركاش مدير مطار بنين الدولي، كنت معنا وأخبرتنا عن تفاصيل إغلاق الجزء للمطار، شكرا لك. ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا سيد وزير الداخلية سيد صالح مازق. سيد صالح أهلا بك. أهلا وسهلا بك. سيادة الوزير، نرى الآن الأوضاع الأمنية في بنغازي كيف هي، كيف أصبحت، والحراك الشعبي الذي بدأه الناس في اليومين الماضيين، ما تعليقك على هذا الحراك وما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية؟ عليها وزارة الداخلية طالما أن الحراك سلمي حترعى وزارة الداخلية وحترعى الشعب في حراكهم السلمي وحتكون لجانب الشعب. كيف ترى الوزارة هذا الحراك؟ يتحدث أمس المتظاهرين عن أنه لا يوجد تأمين لهذه المظاهرات. لا في تأمين منظور وغير منظور، والحراكهم ومطالبهم حراك سلمي، وعلي حال الداخلية والأمن بالذات حيكون إلى جانب الشعب طالما أن حراكهم سلمي. كيف، ما هي الخطوات وأين تتواجد وزارة الداخلية في بنغازي؟ تتواجد وزارة الداخلية في حتكون موجودة في مديرية الأمن حاليا، نعم، وحتى تتواجد في بعض المواقع اللي تابعة للدولة في بنغازي. نعم، بالأمس كانت هناك تصريحات عدة خرجت من اللواء خليفة حفتر، هناك خروج في الشارع مؤيدة للبيان أو المبادرة التي ألقاها في قبل جمعتين، ما موقف وزارة الداخلية وموقف الحكومة؟ نحن لم نسمع بالأمس حول مظاهرة أمس، لم نسمع المؤتمر أو الحكومة يتحدث عن هذا كله، ما الموقف الرسمي له؟ على أي حال بالنسبة لتصريحات اللواء خليفة هو مسؤول عنها ويتحمل مسؤوليته، والمفروض هناك جهات في الدولة إذا كان لديها رد على تصريحات اللواء خليفة فلتولاها على سلطة في الدولة. نعم، ماذا عن الاغتيالات في مدينة بنغازي يا سيد طارق؟ والله نحمد الله في خلال اليومين إن شاء الله ما فيش اغتيالات، وإن شاء الله نحاول أن نحافظ على أن لا تكون اغتيالات في شعب بنغازي ولا تتم الاغتيالات في أهل بنغازي بسبب لا مبرر له، وسنبحث على الأسباب التي تؤدي لعملية الاغتيالات في بنغازي ونضع لها الحلول بإذن الله. نعم، الكثير من أو منذ وقت طويل وهناك حديث حول إجراءات أمنية، عن كاميرات ستركب في بنغازي، عن نزول الجيش والشرطة للشوارع، لكن إلى الآن لم يتم التطبيق بشكل رسمي، ما زلنا نشاهد الاغتيالات. إلى اليوم كان هناك اغتيال آخر في بنغازي في ظل الحراك الشعبي الآن، ما الذي تعجز عنه وزارة الداخلية والحكومة والمؤتمر أيضا لحل هذه الإشكاليات في بنغازي؟ على أي حال بالنسبة فيما يتعلق بالتقنية حيتم التركيب خلال بإذن الله الأيام القادمة، تم رصد المبالغ الخاص فيما يتعلق بالكاميرات وغيرها من الأشياء المطلوبة التقنية الفنية في هذا الشأن، وبإذن الله إذا كان استدعيت الشركة أنا شخصيا وعلى هل مدة 10 أيام بعد رصد المبلغ المطلوب لهذه الآلية، ومن خلال 10 أيام إذا لم يتم سوف يسحب العقد فورا ويتعاقد مع شركة وتواصل تنفيذها فورا. ما الذي أخر هذه العملية إلى الآن؟ أخر هذه العملية إجراءات كانت مشهور طبعا، نسمع أن تركيبات كاميرات في بنغازي خلال استلامي في اليوم الثاني. نعم، تبعت الأوراق وخرجت من أدراج معينة
وفي نفس اليوم تم إيداع المبلغ الخاص بهذه الآلية في مصرف ليبيا المركزي، وعلى ضوء ذلك في اليوم الثالث تم استدعاء الشركة وأبلغتهم ودروا إجراءاتهم وافتحوا اعتمادهم، وعلى ضوء ذلك أمهلتهم 10 أيام. هناك شوارع الآن مغلقة في بنغازي من قبل الناس، كيف ستتعامل الوزارة مع هذا الوضع؟ يعني في بعض شوارع، مش كل الشوارع فعلا تم اغلاق، ولكن يتم اغلاق في فترة معينة، وفي الصباح تجد الناس برواحهم قايمين بنظافة الشوارع وتنظيمها. نعم سيد صالح، سأعود لك بعد قليل، ابقى معنا عبر الهاتف. ننتقل للسيد يوسف فنوش من الاستوديو معنا في بنغازي. سيد يوسف، الحراك الذي يشهده الآن للشارع والانقسامات التي يشهدها الشارع البنغازي بين مؤيد لمبادرة حفتر وأيضا معارض لها، أيضا هناك من يؤيد شرعية المؤتمر الوطني، هناك من يطالبه الآن بالتمديد، والأوضاع الأمنية التي تشهدها بنغازي الآن، كيف تعلق على كل هذا وما رأيك فيما قاله السيد وزير الداخلية؟ نعم، أولا أحب أن أصحح، يعني هذه ليست المرة الأولى التي أظهر في قناة ليبيا لكل الأحرار، وما زلتم تخطئون في اسمي، أنا اسمي يونس وليس يوسف. يونس. فهمت ذلك؟ نعم. اسمي نعم اسمي يونس نعم. وليس يوسف. نعم. نعم. الآن خلينا نعلق عليك على ما أجيب لك عن السؤال. أنا في تقديري أن ما حدث ويحدث في بنغازي هو عبارة عن حلقة في سلسلة المظاهر المختلفة لتردي الأمن في ليبيا بصفة عامة. الحقيقة أن هذه الاغتيالات هي ليست آخر اغتيالات وليست أولها، وإنما هي جزء من هذه السلسلة المتصلة، وهي كلها تجسيد لفشل الدولة في فشلنا في بناء مؤسسات الدولة، وفشل الدولة في فرض الأمن في البلاد. ونحن قلنا من في مرارا تكرارا ومرارا بأن المسألة عندنا أزمة حكم وليست أزمة حكومة فقط، ونحن يعني نعاني ما نعانيه الآن نتيجة لفشل المؤتمر الوطني أو لعجز المؤتمر الوطني عن القيام بمهامه التي انتخب من أجلها. نحن حتى هذه اللحظة بعد 3 سنوات من الثورة ما زلنا نتحدث عن عدم وجود جيش وعدم وجود شرطة وعدم وجود يعني مؤسسات عسكرية وأمنية للدولة تتمكن من وضع حد لهذا الانحدار وهذا الكارثة الأمنية. يعني سمعت مثلا السيد وزير الداخلية يتحدث عن موضوع الكاميرات، وأنا طبعا أتعجب كيف نحتاج إلى 3 سنوات حتى نضع كاميرات في مدينة بنغازي. وأنا أعلم جيدا وأتابع هذه الأمور بدقة، وأن هذه المسألة عرضت على المجلس المحلي المنتخب في مدينة بنغازي حتى قبل أن ينتخب المؤتمر الوطني. أن المسألة الأمنية تحتاج إلى بعض الجهود البسيطة، وأعرف بأن هناك حتى بدون النظر إلى إمكانيات الدولة أن هناك من أبناء بنغازي من رجال الأعمال من كانوا متكفلين بتغطية تكلفة هذه الكاميرات، ونحن نعرف أنها ليست تكلفة كبيرة. إذن هذا مجرد مظهر من مظاهر فشلنا في بناء الدولة، أنه حتى هذه اللحظة ما زلنا نتحدث عن إشكالية وضع كاميرات. الحاجة الأخرى أننا لم نتمكن من بناء المؤسسة العسكرية، ولم نتمكن من بناء المؤسسة الأمنية، وقلت كثيرا من قبل بأن مشكلتنا ليست في وجود شرطة أو جيش، ولكنها أساسا في عدم وجود أجهزة استخبارات، لأن
مشكلتنا أو قضيتنا مع من ينفذون ومن يخططون لهذه الاغتيالات هي مشكلة معلومات ومشكلة استخبارات قبل أن تكون مشكلة قوة. نحن نحتاج إلى جهاز استخبارات قوي يتمكن من أن هو يضع يده ويضع أصابعه على هذه الشبكة الإجرامية التي تخطط وتختار الأهداف وتنفذها، وللأسف شديد ينفذونها بمنتهى الجرأة والشجاعة وفي وضح النهار وأمام الناس، ونحن لا نعرف شيئا عنهم، على الرغم من أننا سمعنا من وزير الداخلية في سابقا أنه قال نحن نعرف هؤلاء الذين يرتكبون في هذه الجرائم وعندنا أسماءهم، ولكننا لم نشهد شيئا من ذلك. إذن نحن نعاني من أزمة على مستوى ليبيا كلها، على مستوى مؤسسات الدولة، على المستوى المؤتمر الوطني، وعلى مستوى الحكومة، وعلى مستوى ما ينعكس وانعكاسات ذلك على المستويات المحلية. هذا الاحتقان الذي يعني نشاهده في مدينة بنغازي هو عبارة عن تعبير عن سخط الناس وغضب سكان بنغازي من استمرار هذه الحالة المتردية. لم يعد سكان بنغازي آمين على أنفسهم وعلى أموالهم، ولا يجدون أمامهم دولة يمكن أن تحميهم. نعم، البعض من الأهالي هناك اختاروا الحل وهو بتأييده مبادرة لواء خليفة حفتر. هل ترى أنت في هذه المبادرة أنها فعلا خلاص لما فيه البلاد هذه الأيام أو الأوضاع التي فيها البلاد؟ لا أظن ذلك. لا أظن أن مثل هذه المبادرة تكفي أو صالحة لحل الأزمة التي نعانيها. نحن نعاني أزمة سياسية بكل معنى الكلمة، ولا أتصور بأن هذه المسألة يمكن أن تجد حلا مناسبا لها من خلال مبادرة فرد معين. أنا تمنيت الحقيقة لو أن اللواء خليفة حفتر يعني جاء معنا أو ساعدنا أو ساعد المجتمع المدني والمؤسسات المجتمع المدني في 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 البلاد لبلورة الحل، وتمنيت لو أنه وضع نفسه في إطار الحل السياسي الذي نحن نتحدث عنه. نحن بدأنا خطواتنا على المسار الديمقراطي، وبدأنا خطوة أولى في مسألة التداول السلمي على السلطة عندما انتقلت السلطة من المجلس الانتقالي إلى المؤتمر الوطني، وما زلنا نتمنى أن نواصل طريقنا على هذا المسار. وأنا أتمنى أن يعيد اللواء خليفة يعني نظرته لموقعه الذي يمكن أن يلعبه في مساعدة ليبيا الثورة في الانتقال إلى يعني إلى المرحلة القادمة، وهي إيجاد جسم بديل شرعي آخر يستلم السلطة من المؤتمر الوطني العام. وحسب ما وصلت إليه لجنة فبراير، نحن الآن بصدد الدخول في مرحلة أخرى في ضوء تعديل في الإعلان الدستوري يتحدث عن انتخابات برلمانية ورئاسية. وأتمنى أن يبدأ اللواء خليفة النظر في نفسه منذ الآن، ربما يعني يحق له الترشح لمنصب الرئاسة، لما لا، ويعمل معنا يساعدنا في بلورة هذا الحل في المضي إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لكي نواصل مسارنا الديمقراطي وفي إطار التداول السلمي على السلطة. نعم، دكتور يونس أعود لك بعد قليل. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أسامة شريف من المجلس المحلي بنغازي. سيد أسامة أهلا بك. أهلا بك يا أخي الكريم. سيد أسامة، هناك حديث في الأشهر الماضية عن مراسلات تمت بين المجلس المحلي وأيضا إدارة الشؤون الفنية في وزارة الداخلية حول تركيب الكاميرات في بنغازي. كان هناك جدل، ما أصل المشكلة التي كانت بين الوزارة والمجلس المحلي حول إشكالية تركيب هذه الكاميرات؟ نعم، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهدي ومشاهدات قناة ليبيا لكل الأحرار. كيف ما ذكرت يعني هو كان فيه محاولة إلى تفعيل منظومة الكاميرات القائمة حاليا يعني في مدينة بنغازي، اللي هي تقريبا عددها حوالي 250 كاميرا اللي هي حاليا لا تعمل، طبعا ما يقارب أكثر من 50 موقع تقريبا.
وكان في تواصل ما بين احدى منظمات المجتمع المدني اللي هي جاءت عن طريق المجلس المحلي، وتم التنسيق عن طريق المجلس فيما بينها وما بين الشؤون الفنيه بوزاره الداخليه، وقامت بتشغيل مجموعه من الكاميرات ومحاوله اعاده تفعيل غرفه التحكم. وكان الامل ان تجدد حتى فقط هذه المنظومه القائمه، ولكن استهدف في وزاره الداخليه منذ ان تولى السيد عاشور شوايل، الدكتور عاشور شوايل، هذا الملف. كان هناك خطه لتفعيل منظومه اكبر، يعني ما يقارب من 250 موقع وتركيب اكثر من 1200 كاميرا. نعم. هنا كان الخلاف، يعني نحن امكانياتنا لا تسمح، يعني امكانيات لا تسمح الا بتفعيل المنظومه القائمه، ولكن استهدف في وزاره الداخليه، قاموا بمراسلتنا بان هذا العمل هو اختصاص اصيل بالداخليه، وان الداخليه لديها عقد موقع اعتقد مع شركه المانيه، وهي بصدد تركيب اكثر من 1200 كاميرا في مدينه بنغازي. واكد حتى هذا الكلام السيد رئيس الوزراء في احد زياراته للمدينه، ولكن للاسف الشديد يعني الى حد الان هذا المشروع لم يرى النور الى حد هذه اللحظه. نعم، هل تابعتم لماذا لم تفعل الداخليه هذه الاتفاقيه التي قالت انها وقعتها مع احدى الشركات، ولماذا لم تمضي قدما في تركيب هذه الكاميرات في المواقع المحدده؟ والله هو طبعا كان فيه يعني تواصل ما بين نائب رئيس المجلس والسيد احمد بسمينة، نعم، والساده في وزاره الداخليه، وكانت يعني مبرراتهم وجود العوائق الاداريه والبيروقراطيه اللي هي تحول دون اعاده تفعيل المشاريع، ووجودها في ديوان المحاسبه تاره، وتفعيل الاعتمادات المستنديه الخاصه بهذه المشاريع وتخصيص الموازنات لها، هي هنا كانت المشكله. انا كان بيتي قصير، فبالتالي لم يتم انجاز المشروع الكبير، ولم يتم حتى تفعيل المواقع الموجودة حاليا اللي هي فيها أكثر من 250 كاميرا تقريبا. نعم، سيد أسامة، ما موقف المجلس المحلي من الحراك الآن في مدينة بنغازي والذي تطور لإغلاق بعض الشوارع فيها؟ والله طبعا هو الحراك السلمي والحراك الديمقراطي بكل تأكيد المجلس المحلي لمدينة بنغازي يؤيد هذا الحراك السلمي، سواء الحراك اللي له مطالب يعني كمطالب عدم التمديد للمؤتمر وتبني خرائط طريق ديمقراطيه بشرط ان تكون ديمقراطيه تقودنا الى جسم بديل اخر يكمل العمليه الانتقاليه، او حتى الحراك اللي يطالب بتفعيل دور تقويه دور الامن داخل مدينه بنغازي، وإن حادثه الفوضى الامنيه اللي تشهدها المدينه المؤخرة. المجلس المحلي لمدينه بنغازي يصطف جنبا واحد مع الشارع، بالرغم من ما يثار ضد المجلس للاسف الشديد من بعض الساسه المستهلكين اللي تم استهلاكهم في المجلس الانتقالي او في الحكومه الانتقاليه او غيرهم من يقبعون خارج البلاد ويكيلون التهم للمجلس المحلي لمدينه بنغازي. هناك اغلاق الان للشوارع والطرقات في بنغازي وايضا لبعض المؤسسات من المطار اليوم، كيف سيتعامل المجلس مع هذا الوضع الان؟ وهناك دعوات ايضا للتصعيد لعصيان مدني. والله أنا كيف ما ذكرت لك، يعني نحن مع مطالب الشارع، يعني إذا كان الشارع في مدينة بنغازي شرائح المجتمع، أنا حاليا يعني دخلت للمنزل منذ 10 دقائق تقريبا، وجل الشوارع يعني مفتوحة في مدينة بنغازي والحياة طبيعية بإذن الله تعالى، لكن الناس لا زالت محتقنة، ولا زلنا يعني في أمل أن نرى المبادرة اللي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، وأن يكون هناك التواصل من لجنة الأزمة غدا إن شاء الله. نعم. وأن يكون هناك دعم للغرفة المشتركة، سواء من الحكومة عن طريق التجهيزات والمعدات اللي تحتاجها الغرفة، أو عن طريق المؤتمر بتعديل النص القانوني للقرار رقم 47 حتى يضمن إدارة الغرفة لكل الوحدات الأمنية والعسكرية داخل المدينة، مما يكفل ضبط الحالة الأمنية إن شاء الله. نعم سيد أسامة، سأعود لك، ابقى معنا، سأعود لك بعد قليل. سنتيح المجال للسيد معالي وزير الداخلية السيد طارق مازق للإجابة حول صالح مازق. سيد صالح، قال رئيس المجلس المحلي أنهم حين تواصلوا مع وزارة الداخلية كان هناك حديث عن عوائق إدارية لتفعيل الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع إحدى الشركات لتركيب الكاميرات في بنغازي. هل هذه العوائق، ما هي هذه العوائق، وهل هي مستمرة إلى الآن أم لا؟
هذا صحيح. العوائق كانت عوائق من ناحيه الجانب المالي، وانا يتهيألي وضحت لك بكل شفافيه. نعم. يعني اعتقد ما لا داعي لتكرار الكلام مره ثانيه، باعتبار ان كلامي اللي قلته كله واضح وانا مسؤول عنه. نعم، انت قلت لي انك وجدت الاوراق ما زالت موجوده في احد الادراج وهي لم تتقدم يعني، وكانت هناك المشكله هي المشكله الماليه، لكن هل هناك مشاكل اخرى تم عارضت عمليه تفعيل هذه الاتفاقيه؟ نعم. هل هناك من مشاكل اخرى غير المشكله الماليه وغير انها بقيت فقط في أدراج هذه الاتفاقية، بقيت فقط في أدراج المكتب كما قلت؟ لا لا، الآن خلاص، الآن تعتبر انتهت كل المشاكل، ما عادش في مشكلة تذكر. كانت المشكلة مالية بالفعل زي ما ذكر الأستاذ المتحدث. نعم. وهذا العائق اللي كان، وانتهى في خلال ساعات، واتفقنا مع الشركة في الموعد اللي قلت لك 10 أيام، وإذا الشركة لم تستطيع تنفيذ الموعد المحدد حيتم فورا سحب العقد والبحث عن شركة أخرى قوية متخصصة في هذا الشأن. نعم، هناك حديث تحدث به المتحدث باسم المجلس الآن عن وجود منظومة قديمة وكاميرات جديدة ستركب، ما هي الآلية التي ستعتمدها وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية حتعتمد المنظومة الجديدة باعتبار أنها منظومة واسعة، عدد الكاميرات فيها حيث 1200 في مواقع معينة من بنغازي. أما المنظومة القديمة إذا كان صينت، أنا ما عنديش علم صيانتها أبدا، ولكن حيتم صيانة كبيرة لها ويستعان بها في مواقع أخرى من أطراف بنغازي يعني. نعم، هل هناك تعاون في هذه الإجراءات مع المجلس المحلي بنغازي لتطبيق هذه الإجراءات؟ نعم. لا شك أن رغم أني لم نتحدث معهم بعد عشان استلامي كان أقل من 10 أيام الآن، ولكن بكل التأكيد أنهم متعاونين بجميع ما يملكوا من يقدموا من تعاون، لا شك يعني. في ظل الأوضاع الحالية، هل ستستطيع هذه الشركة التي تم الاتفاق معها إنجاز عملها، خصوصا وأنتم حددتم فترة قصيرة جدا وهي 10 أيام، هل ستستطيع إنجاز هذه المهمة فقط في 10 أيام في ظل هذه الأوضاع؟ العشر أيام مش إنجاز المهمة، تكون بادية، تكون تعطينا مؤشر أنها بادية، وأن كل الحاجات المطلوبة على الأقل وصل للمواقع وهي بادية في عملها، 10 أيام للبدء فقط. نعم، والتنفيذ كم سيستمر التنفيذ؟ والله التنفيذ ممكن حيستغرق أقل من 3 شهور، وتحت رعاية مهندسين متخصصين من الداخلية. سيد صالح، لننتقل أيضا لموضوع آخر حول المطار، التصريحات التي قالها السيد إبراهيم فركاش مدير مطار بنينة حول إغلاق معتصمين للمطار. الآن هناك اعتصام وإغلاق جزئي لمطار دولي يعتبر وهو مطار بنينة، كيف ترى وزارة الداخلية هذا الوضع وماذا ستفعل؟ أنا المعلومة عندي أنه تم غلق المطار مساء أمس من قبل أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة اللي جاري البحث عنها إلى الآن. نعم. ومع الساعة 1 بلغت أن وراه تم فتح المطار، ولكن الجو والطبيعة في بنغازي ويشوفوا فيها الجميع هي اللي ما كانت ما تسمحش لتسيير الرحلات. نعم. هذه آخر معلومة عندي أنا بهذا الشكل. إذا هو ليس أغلق فقط بالأمس، واليوم هو الأوضاع الجوية. اليوم بعد الساعة 1 الأوضاع الجوية. لكن السيد إبراهيم فركاش قال أنه المعتصمين ما زالوا يغلقون هذا المطار. والله السيد إبراهيم فركاش هو أقرب للمعلومة باعتبار أنه مدير مفسد. أريد أن أعرف دور وزارة الداخلية من هذا. دور وزارة الداخلية سيدي، طالما أن الحراك شعبي وسلمي حتكون زي ما قلت لك دائما من حاجة للحراك السلمي. نعم. سيادة وزير الداخلية سأعود لك بعد قليل. ننتقل للأستاذ يونس فنوش. أستاذ يونس، سمعت الآن الحديث الذي دار حول الكاميرات وما الذي كان يمنع تركيبها في الفترة الماضية، وسمعت أيضا حديثة حول المطار، ماذا تعلق؟ وما الذي كان يمنع تركيبها
لأنه سمعت أيضا حديثة حول المطار، ماذا تعلم؟ نعم، هو أنا قلت من قبل وجهة نظر في مسألة الكاميرات، يعني لا أستطيع أن أقبل أن نظل بعد 3 سنوات من الثورة نتحدث عن إشكالية تزويد ثاني مدينة في البلاد بكاميرات مراقبة. الآن أنا أتصور أن لم تعد المشكلة هي كاميرات بنغازي، المشكلة في بنغازي وفي ليبيا عموما هي أعوص وأكبر وأكثر تعقيدا من مجرد عملية محدودة زي عملية الكاميرات. الآن نحن بحاجة إلى إيجاد حلول لأزمة البلاد بصفة عامة، وستكون مسألة الأمن في مقدمتها، وستكون عملية تزويد المدن بكاميرات مراقبة هذه عبارة عن جزئية بسيطة من عمل الشرطة وعمل أجهزة الأمن. نحن نحتاج إلى أجهزة أمن حقيقية فعلية ناجعة ستتمكن من توفير الأمن للمواطنين وتوقي حدوث الاعتداءات على أموالهم وعلى أرواحهم وعلى ممتلكاتهم قبل أن تحدث هذه الحوادث. بالنسبة لإغلاق المطار، أنا الحقيقة يعني أرفض تماما من حيث المبدأ أي حراك يتجسد في تعطيل مصالح المواطنين وفي تعطيل مرافق حيوية للناس. ومنذ أيام عبرت عن رفضي لما ينادي به بعض الشباب من مسألة العصيان المدني. أنا لا أتصور بأن هذا هو الأسلوب المناسب إطلاقا، لأن من خلال العصيان المدني ومن خلال يعني إغلاق المطار مع طبعا إدراكنا وتعاطفنا التام و يعني تكاتفنا مع مطالب أقرباء وأهالي ضحايا الطائرة، لأن ضحايا الطائرة هم ضحايا لنا جميعا، هم أبناؤنا ونحن جميعنا نطالب الحكومة أو يعني بالتعجيل بالبحث عن الطائرة وكشف الحقائق في هذه المسألة ومعاقبة أي يد تكون وراءها. ولكن لا أتصور أن من مما يصب في مصلحة هذا الحراك أو في مصلحة هذه المطالب أن نغلق المطار، لأننا بإغلاق المطار نعم أستاذ أكمل، بإغلاق المطار وبإغلاق الطرق نحن نضر أنفسنا، نضر المواطنين الذين لهم مصالح في هذه المرافق المهمة. ولذلك أنا ضد إغلاق المرافق العامة، ضد إغلاق الطرق، ضد ما يسمى العصيان المدني. لدينا المسار الديمقراطي، التظاهر السلمي بمختلف أشكاله، هذا صحيح، أنا أوافق عليه وأدعمه وأتمنى أنه يظل دائما محافظا على مساره السلمي. نعم. إذا كان هناك مكسب نحن كسبناه من الثورة فهو هذه الروح، هذه المسألة التوجه للبناء الديمقراطي بالطرق السلمية. نعم دكتور يونس، هناك من يقول أنهم أنا هناك العديد من المظاهرات خرجت فيما سبق، هناك العديد من الوقفات الاحتجاجية لكن لم يتم الاستجابة لها، وكل ما يحدث الآن هو تصعيد طبيعي لبعد لمرحلة أخرى بعد تلك التظاهرات، كيف ترى أنت ذلك؟ لا أنا لا أوافق على ذلك على الإطلاق، أنا لا أوافق. ما أراه وأشاهده أن المظاهرات والحراك الشعبي السلمي هو الذي أدى أحدث آثار مهمة جدا، وهو الذي أدى بنا إلى مشاهدة هذه التطورات المهمة التي نحن نعيشها الآن. صحيح لم تتم الاستجابة لمطالب الحراك مباشرة، ولكن المظاهرات التي خرجت في مختلف المدن تطالب بعدم التمديد للمؤتمر الوطني. نحن الآن نعيش كيف أن هذا الحراك أثمر ثمرة مهمة جدا، وهي أننا الآن
المؤتمر الوطني اتخذ قرارا بالمضي الى انتخابات مباشره برلمانيه ورئاسيه، وتحت ضغط لهذا الحراك او استجابه لهذا الحراك شكل لجنه فبراير لوضع تعديل الاعلان الدستوري، ونحن اليوم تابعنا كيف ان اللجنه وصلت الى يعني حسمت المساله النقطه الاخيره التي كانت محل بعض الجدل، وهي مساله انتخاب رئيس الدوله، هل يكون انتخاب مباشر او غير مباشر. الان نعم. لجنه فبراير انتهت من تعديل الاعلان الدستوري، من وضع المقترح بتعديل الاعلان الدستوري، ونحن نامل، وانا انتهز هذه الفرصه في هذا الحديث لاطالب اخواننا او ناشد اخواننا في المؤتمر الوطني بان يعجلوا ب التصويت على هذا المقترح بتعديل الإعلان الدستوري حتى يعرف الناس ويطمئن الناس إلى أننا الآن بدأنا نخطو خطوات مباشرة وخطوات ملموسة في اتجاه حل المشكلة، في اتجاه حل الأزمة، ونبدأ نستعد للمضي نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. نعم. وبأمل أن تتم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وربما من هنا إلى نهاية شهر يونيو، أنا آمل ذلك، يكون لدينا جسم منتخب، مجلس نواب منتخب ورئيس دولة منتخب، يستلمون السلطة من المؤتمر الوطني، وربما يعني نأمل أن تتمكن هذه المؤسسات المنتخبة من المضي بنا في مسار الثورة نحو الاستقرار ونحو المزيد من التنمية. نعم دكتور يونس، الآن الحراك في الشارع بدأ يأخذ منحنى آخر، وهو يذهب لتأييد بعض المبادرات المطروحة الآن، منها مبادرة اللواء خليفة حفتر كما رأينا في الشارع البنغازي، وهناك في المقابل حديث عن اختلافات داخل لجنة فبراير حول الصلاحيات الممنوحة، حول اليومين الماضيين كانت الانتخاب والتعيين. لماذا توجه الشارع لتبني هذه المبادرات، وما هي أساس الاختلافات داخل اللجنة؟ لا خليني دعني أبدأ بالنقطة الثانية، وهي نعم. مسألة الخلافات داخل اللجنة، هذه قد وضع الأمر بهذه الصورة قد يكون فيه مبالغة وقد يكون فيه تجافي عن الحقيقة. نحن في هذه اللجنة عملنا عمل جيد حقيقة، وأنجزنا قدر كبير جدا من المهمة اللي نحن مكلفين بها، وهي وضع تعديل للإعلان الدستوري، فانتهينا من يعني وضع كل ما يلزم في تشكيل وصلاحيات المجلس النواب، وأنجزنا جزء كبير جدا مما يتعلق بصلاحيات الرئيس، وكانت قد بقيت لدينا نقطة واحدة اختلفنا حولها بين من يؤيد انتخاب الرئيس بانتخاب مباشر من الشعب، اقتراع سري مباشر، وبين من رأى أن انتخاب الرئيس يتم من خلال برلمان أي غير مباشر. اختلفنا في هذه النقطة، ونظرا لأننا كنا منذ البداية في اللجنة يعني اتفقنا على أن نحاول قدر الإمكان أن نحسم كل أي خلافات نحسمها بالتوافق، وعند الضرورة نلجأ إلى التصويت ونقر الأشياء المختلف عليها بأغلبية الثلثين. نعم. وهذا ما حدث صباح اليوم. صباح اليوم تم التصويت على مسألة انتخاب الرئيس بين الانتخاب المباشر وغير المباشر، وكانت الأغلبية أغلبية الثلثين من أعضاء اللجنة كانوا من مؤيدي الانتخاب المباشر، وكان هناك أربعة من إخواننا في أعضاء اللجنة كانت لهم وجهة نظر أخرى، وهم كانوا يؤيدون الانتخاب غير المباشر. إذن هذه المسألة حسمت بالتصويت، والأغلبية صوتت لصالح الانتخاب المباشر، وسوف تقدم لجنة فبراير تقريرها أو مقترحها الجاهز أو النهائي إلى المؤتمر الوطني. أنا آمل أن يتم ذلك يعني غدا، طبعا سيتم العمل لإيجاد يعني لتشطيب المقترح، ثم يقدم إلى المؤتمر الوطني في أقصى حد بعد غد. وعلى المؤتمر الوطني آمل ذلك أن يعجل بالتصويت عليه وإقراره كي نبدأ في إجراءات الانتخاب.
نعم، هل تضمنت هذه الخريطة، قبل أن نتحدث عن المسار الآخر الذي أخذته المظاهرات لنتحدث قليلا عن اللجنة، هل وضعت اللجنة مدد لتطبيق هذا التعديل الدستوري، وأيضا تحدثت عن أيهما ستجري قبل الأخرى، هل البرلمانية أم الرئاسية؟ نعم، أولا أريد أن أوضح بأن مسألة تحديد الآجال الزمنية لتنفيذ هذه الخريطة ليست من مهام اللجنة. نعم. يعني اللجنة مطلوب منها حسب القرار أن تضع تعديل الإعلان الدستوري، المقترح بتعديل الإعلان الدستوري، و ترسل ذلك المقترح إلى المؤتمر، تحيل المقترح إلى المؤتمر الوطني. نعم. الموضوع كله سيتوقف على مدى تعجيل المؤتمر الوطني بالتصويت على المقترح. تحديد الأجال الزمنية سيتوقف على اليوم أو على التاريخ الذي يقر فيه المؤتمر الوطني هذا التعديل للإعلان الدستوري. يعني منذ اليوم الأول لإقرار التعديل نبدأ نحسب المدد المطلوبة، سنحتاج إلى فترة معينة لجنة فبراير لكي نضع قانون الانتخابات، وأنا آمل بأنه إذا عجل المؤتمر الوطني باتخاذ القرار فربما يعني لن يعني بنهاية شهر مارس على أقصى تقدير سيكون هناك قانون الانتخابات جاهز، وتبدأ المفوضية في مفوضية الانتخابات في إجراء الانتخابات. نعم. إذا انتهينا من ذلك في شهر مارس ربما نأخذ مايو ويونيو ويوليا أقصى تقدير شهر، في نهاية شهر يوليو يكون عندنا انتهينا من الانتخابات، يكون عندنا مجلس نواب منتخب ورئيس دولة منتخب. النقطة الثانية فيما يتعلق بهذه المسألة وهو الانتخابات، نحن سنقترح أو نرى بأن تتم الانتخابات متزامنة في نفس الوقت، يعني انتخابات المجلس النواب وانتخابات رئيس الدولة تتم في نفس اليوم، بمعنى أن هو يعني المواطن ينتخب النائب في البرلمان المجلس النواب وينتخب أيضا رئيس الدولة في نفس اليوم. نعم، ماذا عن الحراك، المنحنى الآخر الذي أخذه الحراك الشعبي الآن، بدأ يؤيد العديد من المظاهرات أو المبادرات، ما سبب هذا التأييد لمبادرات أخرى وتبني الشارع لمبادرات أخرى وهو يعرف أن المؤتمر الآن شكل لجنة لحله في أو لاعتماد تعديل دستوري يقضي بحل المؤتمر في أقرب وقت استجابة لمطلب الشارع؟ نعم، هو أنا أفهم ذلك لأنه مجرد تشكيل لجنة فبراير هذا لا يعني أن المؤتمر قرر المضي إلى الانتخابات. نعم. ولذلك أنا أفسر استمرار الحراك في الشارع بأن الناس لم تطمئن بعد إلى أن المؤتمر الوطني قد اتخذ القرار المناسب، وأنا آمل بأنه إذا عندما يتخذ المؤتمر الوطني قراره ويعلن ذلك للناس أتصور بأن الحراك سيأخذ يعني مسار آخر وهو المضي في تأييد الانتخابات والاستعداد للانتخابات. نعم. لأن بمجرد اتخاذ المؤتمر الوطني القرار بتبني تعديل الإعلان الدستوري نكون قد بدأنا المرحلة القادمة، ويكون الناس قد اطمأنوا إلى أن المؤتمر الوطني خلاص يعني اتخذ القرار المطلوب، وبالتالي يكون قد استجاب إلى مطالب الناس بعدم التمديد والمضي إلى تنفيذ الخارطة با مباشرة وهو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. نعم. أنا أتمنى أنه عندما يتخذ المؤتمر الوطني القرار بالتصويت على تعديل الإعلان الدستوري هذا سيطمئن الناس وسيعني استجابة لما طالب به الناس بعدم تمديد للمؤتمر وبالانتخابات البرلمانية والرئاسية. نعم، دكتور فنوش سأعود لك بعد قليل، نعود لمعالي وزير الداخلية السيد صالح مازق. سيد صالح، في ظل الأوضاع الحالية الآن وأنت تسلمت مؤخرا وزارة الداخلية، هل ستستطيع وزارة الداخلية فرض هيمنتها وبسط يدها على البلاد في أقرب وقت؟ هل لديها الإمكانيات لذلك؟ أولا نطلب من الله يوفقنا جميعا خدمة لبلدنا العزيز ليبيا. نعم. وبالتالي أنا متفائل
أن كل الشعب الليبي وخاصة أهالي بنغازي حيكونوا هم الآن المساعد في فرض الأمن، نظرا لأن إذا فرض الأمن في بنغازي حيفرض في ليبيا. معالي وزير الداخلية السيد صالح مازق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. نعود للسيد أسامة الشريف عضو المجلس المحلي بنغازي. سيد أسامة، ماذا سيفعل الآن المجلس المحلي بنغازي للمساعدة في تحسين الأوضاع الأمنية في بنغازي، وأيضا في دعم أو إقناع الشارع البنغازي بالصبر، خصوصا وأنت قلت أن المجلس يؤيد الديمقراطية ويؤيد الخارطة التي سيقوم بها الآن المؤتمر الوطني أو التعديل؟ نعم طبعا، نحن في البيان اللي صدر يوم الخميس الماضي عن المجلس المحلي، المجلس المحلي اكد انهاء الحكومه المؤقته والمؤتمر الوطني العام. طبعا نحن تجنبنا في فترات سابقه وفي محن سابقه وتحملنا يعني الضغط الشارع وضغط على انفسنا حتى يعني لا نكسر الصلاحيات والآلية حتى وان كانت فيها الكثير من الجحود والإقصاء للإدارة المحلية، لكن كنا نحافظ على هيبة الدولة ونحافظ على النظام حتى لا نكون قد بدأنا أو سنينا سنة تتبعها باقي المدن وتكسر من هيبة الدولة. نعم. لكن اصرارنا في هذه الفترة خاصة يعني بعد ما علمنا أن الغرفة الأمنية تعاني من عجوزات كثيرة على الصعيد المادي وعلى صعيد المعدات لأداء مهامها، كذلك موضوع يعني كاميرات المراقبة. احنا أكدنا في بيان يوم الخميس أن المجلس سيتجه إلى إصدار قرار بحجز كل الموارد والعوائد والسيادية والمحلية التي تجمع في مدينة بنغازي وتنقل لتودع في حسابات الوزارات حتى يتم نقلها إلى الموازنة العامة ويتم تحويلها إلى حساب الغرفة. نعم سيد، حتى تتمكن من الإنفاق على العملية الأمنية. نعم. في مدينة بنغازي. نعم سيد أسامة شريف، نعتذر لضيق الوقت، عضو المجلس المحلي بنغازي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. دكتور يونس فنوش، في أقل من دقيقة الآن، أنت تعرف جيدا هل ستنجح مبادرة المؤتمر الوطني في القانون الجديد أو في التعديل الإعلان الدستوري الجديد لإجراء انتخابات مبكرة. نريد منك كلمة أخيرة للتعليق على الحراك الآن في الشارع، وهل ستنجح هذه المبادرة أم لا في أقل من دقيقة لو سمحت؟ نعم نعم، هو أنا لا أستطيع أن أقول هل المبادرة ستنجح ولا تنجح، لأن نجاح المبادرة أو نجاح المقترح مرهون بإرادة إخواننا في المؤتمر الوطني. نعم. إذا إخواننا في المؤتمر الوطني استجابوا لمطالب الشارع وأدركوا حجم المأساة وحجم الكارثة التي فيها البلاد وأن هذا المقترح قد يكون هو يعني طوق النجاة، فيصوتوا على هذا التعديل ويدعونا نبدأ خطواتنا في المرحلة القادمة ونتجه للانتخابات البرلمانية والرئاسية. نعم. بأمل أن تكون هي المنقذة إن شاء الله. نعم دكتور يونس فنوش رئيس تجمع ليبيا الديمقراطي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي، شكرا لك. شكرا لكل الضيوف الكرام، شكرا لوزير معالي وزير الداخلية السيد صالح مازق، شكرا للسيد إبراهيم فركاش مدير مطار بنينة الدولي، شكرا لكم مستمعينا أو مشاهدينا على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.